مرحبا بك على موقع سبيرانس تونس بونيت. أول مقابلة أول هدف، لكن للأسف كانت فما هزيمة. صحيح، المقابلة الأولى مع الترجي ما كانتش سهلة، مريو الترجي رزقين بريسيون برشا. الحمد لله ظهرلي دخلت من باب كبير، مي مالوغوزمون الريزلتا ما تبعتش اليوم. لا غالب ما كناش في نهارنا، سورتو دوزيام ايتون كنا نجمو نبداو خير ونحطوا الادفيرسير في بلاصته ونقعدوا نلعبوا لين يجي البونتو الثاني جاي لهم، هذاك اللي كبلنا ومن بعده ما كناش قويين مونتالمون. الجمهور اليوم مع دخولك مع اول كره مسيتها بلوتو وحتى في الخروج من بعد صفق كان على الروج وصفق على حسين الريت، كلمه للجمهور. الحمد لله، ان شاء الله كيما وعدت الناس الكل نعطي اللي عندي الكل. نحب نقول حاجه اللي مش خاطر فخر الدين بن يوسف مركه ولا خاطر فلان لعب بالقدا، نحن جروب نربحوا مع بعضنا ونخسروا مع بعضنا. ان شاء الله نطلب من الجمهور باش يقفوا مع الجروب هذايا الجون، يعني يقفوا معهم بالقدا، خاطر يعني فما عباد تحب توصل، فما عباد يعني عندهم موهبه، وان شاء الله ربي معنا. شكرا.